طبعا نرحب بكل من ينضم لهذه المبادرة اليوم. الأخ علي بخشان قال لي ما هي يعني شروط؟ ما في شروط، أي حد بيقدر ينضم للمبادرة. عصام شلتوت اتهم الإعلام بجزء من إذكاء نار التعصب يا أسامة. أكيد هو يعني المرة دي مش الشيخ سلمان بيتكلم عن الانتخابات، إنما شلتوت معاه حق المرة دي بجد عن الإعلام، لأن أنا أتذكر قبل مجزرة بورسعيد إن كانت المسألة نفخ في المصري ونفخ في الأهلي، وطبعا النفخ في مسألة إنك أنت عمال تنفخ في النار مباراة التحدي مباراة الحرب ب 74 قتيل، ما هم ما كانوش يعرفوا بقى، ولما حصلت بدأت الدموع والبكاء على القتلى والما وبعدها صار حرقوا الاتحاد بعدها ولا ولغاية دلوقتي احنا دلوقتي مصر بقالها يومين عايشة في أزمة، وطلع عليها تصريحات النهاردة حتى رسمية من حزب من الإخوان على ان ازاي الالترس عمل الدخلة بتاعته جوه صالة المغطاة جوه النادي الاهلي، والاستقال على ضوءها مدير النادي الاهلي. يعني المسألة واخدة ابعاد سياسية، واخدة ابعاد اجتماعية، لكن المبادرة ضرورية. لا اكيد ضرورية مصطفى، هو انا مش قادر اقتنع، وانت لسه من شوية بتتكلم وبتقول ان عندي اسماء وناس رفضت وهعلنها، انا بصراحه مندهش. يعني انت في اسماء كبيره، لا في حد يجي يقول لك انت ضد الحب، ضد لانه هناك ضد من الصراحة. يشارك في المبادره هو لا يعني هو يزكي نار التعصب، يعني تصور انه انت ما تشترك لانه عبد الرحمن محمد موجود فيها وعبد الرحمن دي قمه التعصب. ثانك يو فيري ماتش، هذا دي قمه التعصب. نعم. ان انا اجي اقول لك لا شيل عبد الرحمن عشان نعم هيك. نعم يعني نعم. عموما مثل ما قلت ساذكر هذه الاسماء لاحقا، واللي يصير ابو عوف بس على السريع. انا اقول لا و2000 لا للتعصب، يعني الاحداث اللي حصلت في بورسعيد لا يقبل العقل مصطفى ابدا. يبدو لسه الناس ما كثير فهمت موضوع لا للتعصب. في دول عربيه مباراه بين فريقين ممكن تعمل اشكاليه في الوحده الوطنيه. صحيح. في اشياء كثير نحن بدنا نحاول نخففها ننهيها، مش مسألة والله في واحد بيحب فريقه وتاني بيحب فريقه، لا لا لا، شغلات أكبر من هيك.